بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، شوطا تلو شوط وانطلاقت شوطنا السادس في مجموع هذه الأشواط، ونتمنى إن شاء الله توفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة. شكرا لجميع اللجان حقيقة العاملة هنا في هذا الميدان، الاستاف ما شاء الله الجميل والمميز. ومنذ لحظات شوطنا السادس هنا ينطلق شوط الآمال، شوط الانتصار، ولكن وين؟ هناك بذهب إلى مقدمة الشوط ما شاء الله مشعل لسالم بن علي بن مطر بن علوان، النقلة هنا على ميعاد في المركز الأول، ولا الشبابي سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي ما شاء الله حي الشبابي. بينما المركز الثالث هناك شعار طلوع، يا سلام، مطر بن سلطان بن سلومة الكتبي. وفي المركز الرابع اللي وشاهين عبد الله بن علي بن واس. نقلتنا على المركز الخامس ميعاد سالم بن محمد بن سالم بن واس الكتبي. هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوه للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام مشعل سالم بن علي بن علوان الكتبي اللي يقدم، ولكن الشبابي اللي على المركز الثاني سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي ما شاء الله تبارك الرحمن. بينما المركز الثالث شاهين عبد الله بن علي بن واس. المركز الرابع هناك طلوع مطر بن سلطان بن سلومة الكتبي. لمن الشوط يا اهل الخوانيج؟ لمن الشوط يا مشعل؟ وهناك الشبابي ومشعل، محتاره الاسامي. لمن الناموس يا عشاق الناموس؟ ولكن مشعل اشعلها في اللحظات الاخيره. الله 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 الله. بقول سلام بن علوان، سلام سالم بن علي بن مطر بن علوان، واسعد الله صباحك، اسعد الله صباحك. المركز الثاني سعيد بن عبد الله الهلي مع الشبابي. المركز الثالث والرابع بنقول عند اللجنه، والمركز الخامس هناك طلوع مطر بن سلطان بن سلومة الكتبي. توقيت الزمني 2:20:66 جزم الثاني. تهانينا والناموس.